matinale week-end. السبعة وثلاثين دقيقة على FM محل راديو انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند. السلام عليكم برشا مستمعينا، ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للعبيد الكل. بعد شوية نحكي على الوضعية الوبائية في تونس، وين وصلنا، شنو الوضعية في علاقة بالأزمة الصحية في بلادنا، سورتو في حكاية الكورونا. قدوا معنا بعد شوية اكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذا. مقبل موعدكم على FM اكسبريس مع صديق تسمعوا في ماتينال ويكاند مع رامي الفراتي على FM احلى راديو. السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة على FM محل راديو، وانتم تسمعوا في الماتينال ويكاند على FM احلى راديو. ان شاء الله نهاركم زين لعباد الكل. نشكروا برشا مستمعينا اللي تفرجوا فينا على FM TV 24 ساعه على 24 ساعه، شكرا لوفائكم لينا. نسلموا برشا لعباد زاده اللي قاز ربي للخدمه. انتم كان فاتتكم حاجه في الساحه السياسيه في تونس، زاده في الوضعية الصحيه في بلادنا، موعدكم تسويت مع الركاب دو لا سيمين ماتينال ويكاند. دونك الجمعة ذي نرجع لأهم مسار في علاقة بالوضع الوبائي في تونس، ونذكره بالأرقام اللي تم تبليغ عنها الجمعة 20 مايو، ونلقاو العدد الإجمالي للتحاليل المخبرية 141,798. والله برشا نوامر بعضهم ديجا نقرأ فيهم بالغلط. دونك 1,400,017 تقريبا ألف في علاقة بالتحاليل المخبرية. العدد الإجمالي للحالات المكتشفة 332,000، أكثر من 332,000. العدد الجملي للمتعافين تقريبا أكثر من 294,000. العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها تقريبا أكثر من 12,000. ونسبة التحاليل الإيجابية اليومية 17.31%. نزيد نذكركم زيادة لوزير الصحة فوزي المهدي كان أعلن على تعميم التسجيل في حملة التلقيح ضد فيروس الكورونا بالصيدليات، وإن كان تحدث على الموضوع ذي في الجلسة العامة لمجلس النواب نهار الخميس، يعني أنه نجم نسجلوا باش نلقحوا في الفارماسي مش كان بالتليفون، وذا يسهل ويعاون برشا العباد اللي ما يعرفوش ولا ما ينجموش يسجلوا في التلقيح عن طريق المساجات ولا على السيت اوفيسيال في علاقه بالتلقيح. نقعدوا في نفس السياق، والمره ذي نلقى وزير الصحه في تصريح ليه وين كان تحدث على الوضع الوبائي في تونس في الوقت الحالي، واعطى اكثر تفاصيل على الخسائر البشريه اللي وصلتها تونس حتى التو. سهل برشا باش تتهم الناس بالفشل. نحب نوضح إليكم وإلى جميع التونسيين أن الدراسات الاستشرافية اللي تم إجراها الكل كانت قد أشارت إلى احتمال وفاة ما بين 12,514,000 مواطن تونسي، وإحنا كل وفاة طبعا تحزننا، ولهذا سخرنا كل الوسائل المتوفرة لدينا وعملنا على كل الوجهات باش تكون الخسائر هذه في أدنى مستويات. والحمد لله كانت الخسائر صحيح موجودة، نتأسفوا إلا أنها كانت أقل من المستويات اللي عنا عليها، وهذا طبعا بفضل كل جنود الجيش الأبيض سواء كانوا يعملوا بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص، واللي متأكد أنه من الصعب الأحباط في عزائمهم وهم الآن في أشد الحاجة لمعاضدة كل الجهات. نتعداو للوضع السياسي ونبداو بالخبر الاول، وين نلقاو رئيس الجمهوريه قيس سعيد في اخر كلمه كان حكاها وكان اداها، وين تحدث على القضيه الفلسطينيه وعلى مساله التتبيع. نسمع واش قال رئيس الجمهوريه بالضبط في علاقه بالموضوع هذايا. اكره كلمه التجريم، تجريم التطبيع. ما معنى التطبيع؟ هذه الكلمه ربما لا تذكرها، دخلت القاموس العربي بعد اتفاقيات كامب ديفيد، لم تكن موجودة. ليس وضعا طبيعيا أن تكون تحت الاحتلال، وليس وضعا طبيعيا أن تكون لك علاقات مع المحتل. كل دولة حرة في اختياراتها، ولكن القضية تتعلق بالخيانة، ومن يتنكر للحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه في مقدساته، لا أعتقد أن الأمر يصير طبيعيا حينما تنكر على شعب حقه الكامل في أرضه وفي مقدساته، وعلى الأمة كلها في أرضها في فلسطين في القدس الشريف. دونك كذلك قالوا رئيس الجمهورية في علاقة بحكاية تطبيع تجريم التطبيع، وموضوع قاعد يناقش برشا توا زاد حتى في مجلس النواب، وين قاعدين يحاولوا انهم يسرعوا انهم يعديوا قانون تجريم التطبيع، رغم اللي رئيس الجمهورية يقول انه انا ضد الكلمة ذي وما نعرفهاش على خاطر ما نستعرفش اصلا بالكيان الصهيوني. دونك موضوع للمتابعة في قادم الايام. نتعدى للخبر الثاني وين ولينا نلقاو فيه السيد نور الدين
تبوا بها الأمين العام الاتحاد العام التونسي إلى الشغل في آخر تصريح ليه وإن كان متشنج نوعا ما. وفي كلامه فما شوية من التهديد مع استعمال ألفاظ نجم نقول عليها حادة شوية. نسمع بالضبط شنو قال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل السيد نور الدين تبوبي وشنو أسباب الانفعال هذايا. باش نهبطوا في تجمعات ونهبطوا في خطابات ونهبطوا في ضغط إيجابي وعندنا كل واحد رؤيته ما نجمش نبقوا تحت رحمة حتى واحد تونس بالجميع واللي قاتل باش يقود البلاد ويكون معناه يعبر على تطلعات الشعب نتاعو ويكون صادق ويكون وطني وما يكونش في شعارات. اليوم للاسف تو نسمع السيد وزير الماليه. يا سيد وزير الماليه نقول لك حاجه، رانا مع الاتحاد شكون يتعدى معنا؟ كان الصادق والوطني والهادف والواضح. المخاطره رغم ما نلعبوهاش وكل حكومه جات حبت تلعب معانا سكت بغت، احنا ما نلعبوهاش اللعبه دي. انا ناكد لك والله صندوق النقد الدولي يعطيك بفرنكش طيب، ونقول لك وراه وسيله في ترك الحيل مش تعملوا تصاور وتعملوا كذا. شنو ولينا توا نجيو نحطوا كيلو في التهم لبعضنا يا رسول الله في بلاد ناقصة توا هي. دونك هذا اللي قاله السيد نور الدين التبوبي في علاقه بالعبادي. دونك هي الجمله اللي عملت بوليميك الجمعه اللي فاتت، ما نجمش نقعدوا تحت رحمه حتى كلب قال هكا في برنامج رونديفو 9 مع صديقتنا ملاك البكيري. احنا نوفاو بالخبر الثالث والاخير وهو زاد في علاقه برنامج رونديفو 9 ونلقاه سياسي سيد لطفي المرايحي في حوار حاد كان مع المحلل السياسي رياض جراد. رياض جراد في دلال الويمام. دونك ما صار كل كلاش ما بين الزوز. تسمعوا شنو هي السبب بذي واهم مقاطع الكلاش هذه ما بين لطفي المرايحي ورياض اجراد. تسمع شكونك انت تسمع؟ انا اللي نحب انت لا شيء 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 انت يا ابني تجاوزنا نرفع الموضوع على مش موضوعنا هذا. انت كذب حجمك الطبيعي حجمك الطبيعي والله شيء انت والله لا 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 اسمح في ذلك ونرجعوا الموضوع اللي قاعد يفضل حركه الناس رياض اللي حركه الناس شويه هدوء انت ستعيش انت لا 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 عندنا ساده مشاهدين نحترمهم يلا باش نقصلكم. دونك هذا اهم مسار ما بين لطفي المراحي ورياض جلال كرونيكور في برنامج رونديفو نوف. الجو كان متشنج برشا وهي المشكلة انه لطفي المرايحي قال على رئيس الجمهورية قيس سعيد انه ولا شيء وما عنده حتى معنى وما ينجم يعمل حتى شيء. دونك رياض جراد تشنج شوية في علاقة بالموضوع هذايا وليت من بعد لطفي المرايحي يقول له انت هو لا شيء حسيل وحسيل صافي سعيد. لطفي المرايحي متنكر في صافي سعيد ولا شيء ولا شيء. دونك مازالت الاجواء متشنجة في علاقة بالوضعية السياسية في تونس. احنا مازلنا نتابعوا بيان سيور اي جي تلقاو معنا في الماتينال ويكاند وتلقاو معنا زادة في FM في جميع برامجنا في علاقة بالوضعية السياسية في تونس. تقعدوا تفرجوا فينا على FM TV 24 ساعة على 24 ساعة. احنا مازلنا معكم حتى للتسعة متاع الصباح. نشكركم على الاستماع. نسمع شوية موسيقى وراجعين نقعدوا معنا ما تبدلوش. رامي الفراتي على FM أحلى راديو. 57 دقيقة على FM أحلى راديو. السلام عليكم مستمعينا الكل. نشكركم برشا على اختياركم لنا في الوقت هذايا. مازلنا معكم حتى للتسعة متاع الصباح. مازلنا نحكيو على الوضعية في بلادنا بيان سور بخلاف هذا الكل اللي كنا نحكيو فيه الوضعية السياسية. فما برشا حاجات إيجابية لازمنا زادة نحكيو عليهم ونوفروا لهم المساحة انهم يحكيوا على زيفيرمون نتاعهم. يكونوا معنا توا في المباشر لهنا من البلاتو نتاعنا في اي اف ام السيد مهدي بن عبد الله استاذ تربية بدنية في الانو وذيا كان مانيجرات الفاك نتاع الاركيتكتور في تونس. صباح الخير سي مهدي شنو حوالك؟ صباح الخير رامي، تحية ليك وشكرا على الاستضافة وتحية لكافة مستمعين إذاعة اي اف ام. يا فهم أحلى راديو. نشكركم برشا زادة على قبول الدعوة متاعنا. الحق بتاع ربي أنا سي مهدي راهو من أكثر العبيد اللي نحبهم، فهمت؟ راهو بخلاف الكادو هذا اللي موجود لهنا. أنا نحبك برشا سي مهدي. نشكركم برشا على قبول الدعوة متاعنا لهنا. عندنا سبب أنه ملمومين لما ذي في الماتينال ويكاند نحكيه على حاجة اسمها إنو سيلينج دي. تفاصيل أكثر من عندك أنت سي مهدي. جوستومون غدوة إن شاء الله ديمانش 23 ماي باش ننظموا تظاهرة رياضية عندها صبغة إنسانية بما أننا نستدعو فيها صغيرات متاع لفيرم تيرابوتيك غايا باش يكونوا مكفولين إن شاء الله بالطلبة متاعنا. دونك يفا يفوار 25 أنفان كي سورون باريني بار 25 اتوديان، تحطوهم أن بينوم ويكتشفوا معنا
رياضة الأشرعة. دونك نشكروا ان باسون لا فيديراسيون تونيزيان دو فوال اللي مكنتنا باش نقوموا بالتظاهرة هذية والنادي البحري بسيدي بوسعيد. واضح بي منعرفش الاكسيون كيفاش بالضبط شنو يمشي يصير في وسط الاكسيون بخلاف انه لي ستوديون تاعكم مع الصغيرات هذوما اش باش تعملوا بالضبط؟ هما تو لي سوبور اللي يخدموا عليهم لا فيديراسيون حطوهم على ذمتنا. دونك يفون ديكوفرير لا بلانش افوا لو بادل لوبتيميست تو لي سوبور باش يعملوا معناها ديكوفيرت نتاعهم باش يكونوا اون بينام كيف ما قلت لك قبيله. معناها كل اتوديان معاه صغير هو يتلهي به ويلوي في ديكوفير افيك لوي معناها لاكتيفيتي دو جور والعشيه جوستمون اون فودري ريميرسي لي بليزانسيي نتاع بورت سيدي بوسعيد اللي حطوا على ذمتنا الزوارق الكبيره نتاعهم سكون ابيل لي زابيتابل. دونك باش نعملوا العشيه اون بالاد ان مير وتتخلى لذيك اون ريسبسيون وين كل اتوديان يفا اوفرير اون ميداي ان كادو لانفون كي لا باريني. تري تري بيان. دونك خلينا نزيدو نفسروا العباد. دونك تو سكي بالاسرع مش يكون متوفر للصغيرات هذوما مع لي زيتوديان في البحر نهير سامباتيك كيما ليفيرمون اللي حكينا عليه زاد قبل في الماتينال ويكاند تاع الجولف وكل شيء. دونك رياضات مختلفه يتعرفوا عليها الصغيرات. قلت جوستومون احنا كوم اوبجيكتيف نتاعنا حبينا نخرجوا شويه على المالوف. أي. معناها العباد الكل تعرف تو سكي فوت هاند فولي باسكيت لي سبور هذوما qui sont vraiment très sympathiques, mais ils sont médiatisés. C'est. Que ce soit les étudiants ou les Zahira, qui ont des besoins sociaux, qui ont des besoins de tous les jours, mais ils ne connaissent pas. Donc, il faut savoir les choses qui sont très plaisantes. C'est. Et maintenant, il y a une relation grande qui est en train de بالجمعيات هذوما اللي يتلهاو بالصغيرات ذوي الاحتياجات الخصوصية. دونك اون لي في بارتيسيبي اي انسيتي ا لا في اسوسياتيف. صحيح صحيح واضح. دونك زاد الصغيرات اللي جربوا حاجات يمكن ما جربوهاش العباد الكل رياضات كيما كاير بالحق كيما قلت انت سي مهدي سامباتيك ومش قاعدين تحكي عليها برشا ومش قاعدين العباد تمارس فيها يوميا. به المواطن العادي كان يحب يشارك كان يحب يحضر مع الصغيرات هذوما بخلاف لي ستوديون بيان سور شنو يعمل كيفاش؟ هو باش يشارك ليه على خاطر معناها ديجا باش يشارك يعني يكون حاضر على باش يكون حاضر. مرحبا بيه احنا باش نكونوا في بورت في سيدي بوسعيد في الشط نتاع البورت سيدي بوسعيد. دونك سي اوفير ا تو الموند بحر معناها واحد بون ليسباس اللي احنا نخدموا فيه بيان سور اي لي باليزي ومسكر وكل شيء الناس كل تنجم تحضر وتفرج وتشوف التظاهر وتشجع بيان سور الصغيرات. في قادم الايام سي مهدي فما ديزيفينمون كي كيما كنا حكينا جولف توا دخلنا في السيلينغ دونك فما حاجات هكا ولا انتيسيبي معناها هو نورمالمون هذا كان بريفو اخر ايفينمون السنه على خاطر احنا نخدموا على لاني اونيفرسيتير. Par contre, août l'berh, j'ai programmé encore un événement très innovant. Haja Manajmouch Manamlouhesh. Ça va être une journée de simulateur d'avion. اوبا اوبا شوف توا شفت كيفاش الصغيرات هذي هو هذي هو جوستومون هو باش تكون الفئات اطفال اس او اس اكودا ديما مع لي ستوديون تاع لينو و سي اون اوكازيون باش يحلموا باش علاش لا يكونوا نهار اخر دي بيلوت. بالضبط مهم جدا معناها اللي الحلم راهو اللي ما تتشريش بالفلوس خليه يحلموا صغيرات يشاركوا في حاجات اللي يمكن العباد يراوهم بعيد عليهم وهما يراوها زاده بعيده يشاركوا علاش لا يكونوا دي بيلوت في قادم الايام. خدمه كبيره برشا سي مهدي والله يعطيكم الف صحه على الخدمه هذيا. شيخ عندك كيما تحب قول لي لك انت المساحه. نشكر برشا تو لي زامي جورناليست وتو لي ميديا اللي ينتميوا ليهم اللي قاعدين يدعموا فينا وجوستومون يحلوا لنا بيبانهم ويعطيونا فرصة باش نحكيو على الشيء اللي نعملو فيه على خاطر من تالا هذايا نجمو احنا نمشيو للشركات ويدعمونا باش نجمو نوفروا معناها اللي قاعدين نوفروا فيه للصغيرات. بالضبط احنا نتخافي دون ترانسبارونس معناها اللي يعطيوه الشركات الكل ويراوه هما بحضورهم يراوه كيفاش يتفرق. دونك سي ان ابيل زاد لي سوسيتي دو نو سبونسوريزي اي دتر بريزون سور لي اكسيون هذوما. اون لي ريميرسي انورميمون سورتو في الكونجونكتور اكتويل ايكونوميك معناها مالغري تو سا مسهل صحيح جوستومون قاعدين كمان يمدونا في المساعده ماهمش برشا اون في افيك لي مويان اللي هما يوفرهم لنا مي الحمد لله واقفين وقاعدين نوفروا في حاجات صغيره. الحمد لله ونشكرهم هما على العمل هذا ونشكروك انت سي مهدي زاده ونشكروا ليكيب الكل اللي قاعدين تحاولوا باش تخرجوا لنا هكا حاجه تخرجوا الفرحه من الصغيرات هذوما ومن العباد حتى اللي تجي تتفرج ولي زيتوديون راهو في وضعيه صعيبه كيما هكا راهو حاجات بسيطه كيما هكا تبدل راهو تبدل حتى الجو الكل ويعطيهم الصحه زاده لي
ستوديون اللي باش يشاركوا من لينو غاديك الفاك نتاع الارشيتكتور في سيدي بوسعيد. نشكرك سي مهدي، كلمه الختام اللي كنتي كان عندك ما تقولنا قلتي ميرسي بوكو اي اون كونسيور فو باش تكونوا معنا بوكو با ان شاء الله. ان شاء الله نجيب الشراع نتاعي ودني تيرا وكي نجيب الباتوره ما تجيب حتى شيء اجا انت انا ما بروفيسيونيل انا نجيب راه جوز اولمبيك راه واحد بالباتو نتاعي ان شاء الله. والله ابروبو دو جوز اولمبيك معناها اون فودري ريميرسي مره اخرى لا فيديراسيون تونيزيان دو فوال اي لي فيليسيتي خاطر تمكنوا باش ديرنييرمون باش يرشحوا اربعه من المجازين نتاعهم لي جوز اولمبيك جايين دونك بار لي اوكازيون اون لور سويت بون شانس ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يفرحونا ويجيبوا لنا ميداي وكل شيء ان شاء الله بالتوفيق. نشكرك برشا سي مهدي بن عبد الله استاذ التربيه البدنيه في لينو غاديك في سيدي بوسعيد. نشكرهم برشا على ليزيفينمون اللي قاعدين ينظموا فيهم للصغيرات ذوي الاحتياجات الخصوصيه. شفت الاحتياجات سياسه صابغه علينا الله غالب في تونس الاحتياجات الخصوصيه. ان شاء الله ربي يخلينا صغيرات هذوما ويقعدوا يحلموا بليزيفينمون هذوما يعيشوا حاجات حلوه برشا ودي سوفنير يقعدوا لهم في حياتهم الكل. احنا مازلنا معكم في الماتينال ويكاند اقعدوا معنا ما تبدلوش. بعد شويه يكون معاكم على اخبار رياضه زاده مع صديقنا محمد الهادي بخوش والاخبار مع صديقتنا سلمى. هذه الماتينال ويكاند على